طوفان الأقصى أعاد المياه إلى مجاريها وفضح كل عميل وكشف كل خائن وكل مدعي للوطنية والبطولة والشهامة، كلها أزالتها الطوفان. طوفان حتى وسمه، طوفان الأقصى أزال كل المعوقات للنصر الكبير بإذن الله تعالى. تفضل يا شباب. هاي هاي خليك، هاي خليك. لا استوي على بعض، هنسوي كتبة. هذين أطفال فلسطين، يا ريت بالألعاب متعاتهم، أسماء شهداء وهو شن أمنيته وكذا، هذين أطفالهم. يعني شفت مشهد أنا عجبني، عيل 8 سنوات 9 سنوات حقه هكي زي ما تقول يبتسم، فكيف واحد دير معاه كيف اللقاء، يعني مفروض جبت الكم أنا غير نسيته والله، دير معاه لقاء قال له أنت يا فلان بعد تكبر ايش تبي تكون يعني، او شنو امنيتك انك تكون؟ قال له لا 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 شيء، اصلا اسرائيل مش حتخلينا نكبروا اصلا. شوف بالله عليك، اطفال فلسطين لا يكبرون، قال له. لكن انا نزيدك معنى اخر، اطفال فلسطين رجال، هم اصلا ما عندهمش اطفال، هم الطفل يولد رجل حقيقه، يعني صراحه البيئه، اللمسة الربانية لهم، الأجواء الربانية، المجهود اللي يبذل فيه الدعاة والصادقين والتقاة، حقيقة تلقى العيل يفكر في تفكير ما يفكرش فيه واحد كبير بالكل، يعني كبير في السن، يعني مش في العقل. يعني شفتوا هذه الرسائل، راهو رسائل لنا، رسائل إن أولادكم وأطفالكم مرنوم. مش هذه بصراحة، سامحوني خليني نكون صريح أكثر، دربوا أرواحكم أنتوا يا كبار، أنتوا يا كبار خذوا هالرسائل وطبقوهن على أرواحكم أنتوا، لو طبقتوهن على أرواحكم عيالكم حيتأثروا بيكم أصلا، وحيعيشوا معاك نفس الأجواء، ويقعد طموحاته وهمته عالية جدا. مش كان القادة نسمع فيهم زمان القصص التاريخية اللي كانت تجينا، محمد الفاتح اللي فتح اسطنبول ولا قسطنطينية كان عمره 7 سنوات، وكان يسمع في درس الشيخ جدة، يقال انه هو جدة، كان يسمع في الدرس بتاعه في الجامع، فكان الشيخ يردد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يتنبأ بفتح قسطنطينية، فيقول نعم الجيش جيشه ونعم القائد قائدها. فقعد عمره 7 سنوات قيل، قعد يدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده أن يكون هو القائد لذلك الجيش، وحقق الله سبحانه وتعالى أمنيته وأصبح هو قائد الجيش، وهو من فتح على يديه الله سبحانه وتعالى قسطنطينية. شرايكم عاد شفتوا بالله عليكم لما تقعد التربية صحيحة كيف يطلع الجيل؟ أهو الجيل هذا اللي طالع، هذا بعد 5 سنوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، حتلقاه رافع اللواء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. تفضلوا يا شباب. هاي الله احنا معانا الله، تكبير معانا الله، تكبير الله اكبر، لا اله الا الله اكبر، الله اكبر، باب الله حسبنا الله ونعم الوكيل، من غزة حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا اولادنا وبناتنا بموتوا، اولادنا واحنا بدنا نموت هان، احنا بدنا نموت هان، فيش تهجير، بدك تضرب الشفا اضرب، بدك تضرب المستشفى اضرب، بدنا نستشهد هان.
احنا مرابطين هان من اليوم للازل، للازل هان هذا ارضنا. كلش وزعت حلو ليش وزعت؟ عشان اولادي كلهم استشهدوا، زوجتي يا عم ما ضلليش الا ولد كان واقف على باب المخبز يجيب خبز، فاهم كيف؟ وانا رحت اجيب اعبي جلن ميه. تكبير تكبير. هاي حلو يا عم، هنروح الشهداء احنا بنوزع حلو. لا اله الا الله. شو رايكم؟ هذا يوزع في الحلوى على الشهداء، ما عادش عنده الا ولد واحد، زوجته واولاده ودنيته كلها استشهدت. وتقول لي شن فائده المقاومه؟ شفت الراجل شن قاله؟ قال نحن قاعدين هنا ارضنا، قال تبوا تقتلوا تبوا تديوا نحن قاعد الارض. كيف يعني كيف يثبت الانسان للعالم ان هذه ارضه؟ إذا كان هو رضاه أنه يسيبها ولا يمشي، كيف بيثبت أن هذه أرضه؟ ما عندهش إثبات. لو كان أرضك مزبوط رقعت فيها يقول لا، من هذا ما قعدوا فيها وضحوا بأبنائهم وبأرزاقهم ممتلكاتهم وقاعدين على أرضهم ويقولوا فيها بكل قوة وبكل صراحة نحن قاعدين للأزل. قالوا بإذن الله تعالى لن نترك أرضنا، لن نترك أرضنا. شفتوه يوزع في الحلوى، يوزع في الحلوى كون أبناء ماتوا من أجل أرضه، من أجل حقه، من أجل عقيدته، من أجل قيم ثابتة. والله طوفان الأقصى هذه خلبطت المعادلات في العالم كله. والله كانوا واصلين إلى قناعة إن خلاص أمور منتهية، والمطبعين الخونة من عندنا من حكامنا المجرمين هذيما كل يوم بدأوا يدردحوا، كل مرة واحد عالن التطبيع مع إسرائيل خلاص يعني دانت لهم. وإذا بطوفان الأرض، الطوفان الأقصى يقلب الطاولة على الجميع. يقولوا فيش تحكوا أنتم؟ نحن أصحاب الحق، نحن اللي حقنا أن نتكلموا، نحن اللي حقنا أن نفصلوا في الموضوع، مش أنتم يا صهاينة يا خونة يا علماء يا مطبعين يا عملاء. شو رايكم؟ شفتوا فائدة المقاومة؟ نأكد لك برضو ان هالقضية ما هيش قضية انتصار، لكن قضية اثبات حق. صحيح واعر، صحيح ندفعه في ثمن، لكن هكذا الحق، ما فيش له معادلة الا هيك. تدفع ثمن اغلى ما تملك باش تثبت حقك، واذا كان حقك مقدس وإذا كان حقك عقيدة فإيهوم في سبيلها أي ثمن.